صباح الخير. طبعا موضوع طقطقة الرقبة موضوع الكثير ما يعرفه وما يعرف خطورته. للأسف الشديد طالعة موضة الأيام هذه، في السناب تلاقي دعايات في كل محل، في السوشيال ميديا يقول لك روح والله، وفي بعض الناس للأسف يسافروا مناطق مختلفة عشان يسووا العلاج الطبيعي بالطقطقة ولا بطقطقة الرقبة ولا شيء هذه. احنا بغض النظر عن الباقي كله، يهمنا بس طق الرقبة. طق الرقبة طبعا يعتبر خطير جدا، لأنه لا سمح الله ممكن يسبب خطورة وتمزق في بعض الأوردة والشرايين الموجودة داخل الرقبة، واللي تكون حساسة جدا، ويبدأ شوي شوي يبدأ جمع الدم يبدأ يدخل منها، ويبدأ لا سمح الله يؤدي إلى الوفاة، وممكن برضو لا سمح الله أحد مضاعفاته أنه يسبب الجلطة. ما في أي دليل رسمي على إفادته صراحة بالنسبة للرقبة، لكن مهم جدا أنه كلنا نعرف أنه هو ما في خطورته صراحة تعتبر عالية، وحتى لو كان أحد متمرس ويسويها دائما يفضل أنه ما تنعمل.